أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا
أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها. حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم.